بريمير ماتش ابري لا ريبريز. الحمد لله كانت واحد الفتره ديال التوقف اللي كانت بالنسبه لنا ايجابيه، بقى كنطولوا شويه نعاودوا نغموا الصفوف، نعاودوا نكريو ان ايطا دي سوبر ليكون جديد. صراحه كنا عارفين المقابله غادي تكون صعيبه، لانه حتى الخصم حتى هو كان تمرن واحد الفتره ديال الفراغ وكانت عنده وقت بانه يحضر، عرفنا بانه المقابله ما غاديش تكون سهله، ولكن كنظن ليطا ديسبري اللي كان عندنا في الكور ديال لا بريباراسيون، كيفاش خدمنا اونسون، كيفاش تقنا بعضياتنا كمنظومه كفريق، هو اللي خلانا نثقوا ان بامكاننا نحققوا نتيجه ايجابيه. نقدر نقول فيليسيت لي جوا، الى رجعوا نهضروا على المجريات ديال المقابله، كنظن كانت عندنا واحد السيطره، كنا كنفتقدوا في بعض الاحيان ما غاديش نقول النجاعه ولكن القرارات صائبه، ولكن كنظن اللعابه عطاو اللي عندهم، تقاتلوا ليسونسيال، خرجنا بلي 3 بوان، كانوا بزاف الحوايج ايجابيين، والحوايج السلبيين راه عندنا الوقت فين نخدموا عليهم. فوالا هادشي اللي تيبان لي. كنظن انه الامور فهي عاديه، لانه حنا درنا ان ايطا ديسبري كنانستوريو فيه منظومه جديده كيف ما قلت، طريقه اللعب يمكن مغايره شيئا ما على الطريقه اللي كانت قبل، ما تنساش انه راه دزنا من واحد لو باساج للفريق فين كيلعب فيه كيف ما قلتي البطولة الإفريقية وخرج منها، وهذا خلى واحد شوية واحد الشرخ لا الجمهور ولا اللاعبين ولا كل شيء، دونك كان بصيب علينا أننا نخرجوا من هاد الوضعية بعدا سور لو بلون مونتال. كنظن اليوم بالنسبة لنا المسائل فهي إيجابية وعادية، لأنه ضروري ما غادي يكونوا أخطاء، ضروري ما غادي يكون سهو، ضروري ما غادي يكونوا هذا الشيء تكنيك. الأهم في هذا الشيء هو أنه الإيجابي أكثر من السلبي، هذا الشيء اللي نقدر نقول لك، كيبان لي انه داكشي اللي درناه يمكن الدراري اجتهدوا داروا اللي خصهم يديروا، برافو ليهم، لانه فريمون ماشي ساهله. وباش نكون صريح معكم، الهم ديالنا وفي الديسكور ديالنا فاحنا بغينا نرجعوا الثقه للجمهور ديالنا، بغينا انه نحيو عاوتاني هذيك العلاقه ما بين الجمهور وما بين اللعابه، وداك لو بليزير ديال اننا نلعبوا قدام الجمهور ديالنا. وصراحه اليوم اللعابه كان لوبجيكتيف ديالهم باش نكون معك كلير هو يدير واحد الماتش لي بلا، وراك عارف ملي كتكون لا روبريز الماتش الاول ضروري ما غيكونوا دي ديشي وديما غيكونوا دي ديشي، ولكن ملي كتكون مسائل ايجابيه اكثر من سلبيه فما الا ما لي الا نشكر اللعابه ونفيليسيتيهم. ما كاينش مشكل، الامور واضحه، انا بالنسبه لي ا ديسبوزيسيون ديال الكلوب، كما عطاني الكلوب الفرصه انني نخدم ونطبق الافكار ديالي داخل الاكاديميه، كنظن فهو عطاني الثقه مره اخرى باش انني نبقى في الفريق الاول. بالنسبه لي الامور فهي جد عاديه، انا تندير الخدمه ديالي، شو ا ديسبوزيسيون ديال الكلوب، يا با بروبليم، زعما ما كاينش شي حاجه اللي نقدر نقول لك، زعما ما غادي تبدل والو، اون فان دو كونت الثقه كاينه، حنا خدامين الحمد لله، كانت 3 بوان في بدايه المسار، دونك ما كاينش علاش ندخلوا لي ديتاي اللي انا اصلا ما زعما ما هماش في بالي وما ما ديرش لهم اعتبار. شكرا.